بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمة سلام ربي في اللون كل جعل ربي يذروم إبعاث في اللون الهموم يكون يفك ربي السر ذلي السر وكن يفك ربي ثلاثا السر إن شاء الله ينتفغى ميقضى أي ينتقاذ ميخضى وقذك يغزوار نغلى خرث ثلاثني عفى ربي ثلاثني رحمة ربي صرح ميسي وسعن ربي ناد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ثلاثنا سنفك الرحمة ونفتسويرا زوارنا سابريذن الإيمان سابريذن الطاعة الشركة ثقمتي وضم ربي إنما المؤمنون إخوة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقذي حسن وقذي هلخن أما ذي خامن أما ذي سبيطراث ثنش فوربي ثو عرث زمرث مليح لعبد وليتي السينار القيمة انت الزمرث سوى ما ثجاث الزمرث أطاس بقاذ يقتو ضرا هلخن حسن ذي سبيطراث ذي خامن ثنش فوربي إمولان تقليلي حن خطري وعرت صعود موضين وليست خضمض لتسا يقرحيث شيني يقرحيك أذي اللي ربي يدسن نزوارك وذبو قادا قين في كيسنا كدعوة الخير إن شاء الله كل ونين يفغى يقضى إني يقضى يقضى ثميلي اللي ثبوسا ثميلي اللي ثم زواروث حلقة دعوية علمية الحلقة يجي الدعوية العلمية أسنفكي ونقسم اسميس أول أول الكلمة تجي ذي الحلقة تيمليليث ذي سغالا مكل دورث على حساب الحال ذاقي ذي الجامع إن شاء الله نضمع ذي ربي ذي بارك ربي ذيون وذي بارك ربي ذيكس وتجعل إن شاء الله ربي تارقى أدياوين ثموسني أدياوين صواب أدياوين لهنا أدياوين ثلويث الحلقة بوسع ثمن اللي تم زواروث ذي الحلقة بوال ثم زواروث أدنيني أي غر أسنف كيسم أوال أوال الكلمة أوال إسعى نزال أوال إسعى نزال قرني مزورة أوال إجبر يتروزو أوال إفنو إتهدو أوال إززديج إسلوغو أوال إتاويد شوال إتاويد ثلويث أوال يسعى مازال أما ذيث شرعيث أما ذيث جديث ذيث شرعيث ربي هضرت فوال ذي المثل إن ذي سورة البقرة الآية 83 وقولوا للناس حسنا يوسف اللي تمشطوح ربا دي قار إنيثد إيمذانا يك أول يلهان أول يلهان تريد النذق أول أول الزيز دي يسلغو صافي ذنوي ذوال إيقلهان ذوال إفنون الزيز ديين إجبرا إجزرعا
السيرم ذقولاون ذوين ثورة ما يون يحوس يهلك مثني ضاسة ديفك ربي شفا ورتساقواذ أولا قيذا ولي الهان ملو كان استنظ أول نظن استنظ لهلاك قينك أشحال يقموثن سلهلاك أما قي هذا أنت زد قوضي زد قولي لا ياس يسعى شوط السيرم تكسضاست صافي أول يلهان يفان إلا وغرفال إلا الميزان وأول ذي الميزان. لذلك ربي سبحانه إن إني ثكي مذانا ما شكني مولا نغي الجيران نغي الأحباب خاطي ربي ند وقولوا للناس يوك مذانا وقولوا للناس حسنا أول الحسن أول إلهان إن ذا ربي ذي الله ينظن ذي سورة الأحزاب الآية رقم 70 إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان الله لا يجيز جمع كل شيء ثم زوالو ثرب بدي قرق وثربي يا أيها الذين آمنوا المؤمنين أقوذ ثربي اتقوا الله العبد ما يقوذ ربي ميقر حد ينطق يقول ربي صافي أذي خمم أذي حزف أذي مقل غرزداف أسيني يدرى أول أقرى دينيغ أهل طرى ذا ولي الهن غوى الذيريث غادي ذايا إلا ولي الهن إلا ولي الذيريث صح صافي الخوف الربي صمام أمام رأس الأمر كله أتصل آية ذا رب الذي قال قوث ربي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا تقي سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الناس سورة النساء الآية الأولى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة والحديث أتصل أحاديث عند النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال قوث ربي الذي قال اتق الله حديث اتق الله حيثما كنت قوث ربي عندث الليض حيثما يقذي تعرف اسمي زمكانية. شو المعنى الزمكانية؟ يعني في كل زمان وفي كل مكان ماشي ما ذي تدرثي أتصو الزماد أتزلد الخير الفح يون ما يفغ سلتو ما يفغ سير الحركين الغذين يا حسرة أشون زليت أشون رمضان كيني كيني يدوعون مدينة الزلغ ذي لندر نغذي كيبك نغذي باري يوك زرع ما وقاذي قيمو يفغ العقل حكان تمشاوت زيك حكان سيت الضراع إنك خداما ذي اللوزينات دي فرنسا يودق رمضان أمعلم الناس أنوار يوزومن ونسو زومارا فقد يوث الليكيب يوث انترفع الناس كنا نوزوم أعزل ديما ننسى وياض ناس كنا أنج أسمي في رمضان وقذني يوزامن ثم زوار في سن قصاص الساعة يخدمسن انفاذر أنا أعلم أني حنين دوليس يفكي يسن هدية من فاضر رخصة يرنا يخذ مسند الشربة شربة يحمان الخير أربح
الخدمة فسوسا، الخدمة خفيفا. ماذا وقذني النظام يفغانا دفانا سيفيليزي، سيتادير لقد دفان باللي شغل ضارومي يعني أقلي ذي باري، ولا قرد دفان غذي نسلم ثروحس العزاني خطر بذي القرآن الكريم ينات ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المعنى يسمى يسع الزكا ربي عزيز، ولا قرب نادم ذيك سلمى عزاسي فكا ربي ذي لا ينظن سورة العمران. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إما ليلك كان كنت الليض نورمال قدر إيمانيك قدر المدن أندث الليض فقير ثشيوين أولا قيد النير باش كان النغال الحديث إذ يدنان في وش في صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أقض ربي أني ذث الليض أما ذقض أما ذقاس أما صبح أما ثمديث أما ثمورثيك أما برايث مورثيك أن ذث الليض. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني مثخذ مضيوس السيا امحوت الحسنة خذ مكانين لها نسمحو خطر بي ينادي القرآن تجي السامد الحديث مقال كان القرآن وكل الحديث مكي اللحون ربي ينادي القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات. ربي الحمد لله المعنى يسشغل الميم حات لا قوم صار كان حاجة محوت يرنو دقريرا الشامة ودقريرا لا ثر. إناد اتق الله الحديث اتق الله حيثما كنت أقوض ربي أندث الليض وأتبع السيئة الحسنة تمحوها أم بعد شدينا وخالق الناس بخلق حسن. الناس يكون الناس والخلق الحسن يتجلى أساسا في الكلمة خطر هي وسيلة التواصل مرد مقرضيون ثم زورتك وسن على الخير مس الخير السلام عليكم لو بريمير كونتاكت كريلي ابريا تهضر فين النظم ثم زورت السلام يلا بعد ما تقرز سوا سم زورو كانت تفدا سوا سوا تكمل فيها ادنو غالسين النظم. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ثورا نفهم باللي ربي مدينا دي سوره الاحزاب الايه رقم 70 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد اول يسعان الميزان اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم في كذا نتائج رب ذي قرزك الحياة نوان الحال نوان ثذر نوان يصلح لكم أحوال إلى أن يقول الآية السلامة سنقصد يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويسمح إلى آخر الآية. صفي أول ذي الشرعيف يسعى نزل مازال طس ندي بضربي أول ذي سورة إبراهيم سورة إبراهيم سيل آية 24 المذلاية 27 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يشبهت ربي أولاقي أول يلهان يشوفت ربي سبحانه غير التجرة أي غير التجرة
التجرة نسنيت السنة نسن التجرة دقوا ولكن كيف كربي ثا الزمرث نت الزمورث نسعى التاريخ أكو تزمورث ثا زمورث تجرة نو ثا زدايث نو تسعى الجذرة تسعى إزوران وثن ذي القاعة دقوا كيال غاساتي هوزواظو وتيقل العارة قرن دي المثل ولاش ثا الشيطة وريهوز واضو ذي المثل ولاش ثا الشيطة وريهوز واضو أنواع طجور أنتي تهوز واضو المهم وتيقل العارة ماذا هوز تيهوز عادي ولاش تجرى وريهوز واضو ذا ثورة باش غدي فقن ربي ذا شو يسوى وهو الإلهام في تفسير ابن عباس إن هذا المراد بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله وقد تفسير ابن عباس عبد الله بن عباس من كبار الصحابة رضي الله عنهم ومقامه في الصحبة سامق عالي يسعى القمة ثم قرآن يفسر الكلمة الطيبة جنك المقصود سيس لا إله إلا محمد رسول الله عادي والقياس صحيح يصح الاستدلال بهذه الآيات في معرض الحديث عن الكلمة الطيبة مردين أول زيظن غول إلهان عادي أدين ذاك الدين ربي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة طيب ماشي المقصود تفسير باش هذيك التفاصيل أدفتر كان المعنى الإجمالي لو سونس جلوبال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وسبحان الله شجرة طيبة فيها إزورا نزدي القاعة القوشال غسه الزيت واضو تيق العارة استكد الغلة في كل تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها استكد الغلينس ذيم كل وان خطر نكون السن التجارة ما ردي نظر تزمور ذي شتوى أدي نظر تشينا ذي شتوى أدي نظر نسن تجار ولكن التجارة يجد يقصد سيدي ربي يكشب غرس الكلمة الطيبة فينا دي تساكن الغلة دي تساكن الثمرة ذي كل وان سلذنا ربي سبحانه سبحان الله دفتر كان كأمذية أمذية إذ قبيليث معنى أن إكزامبل معنى مثل نغ مثال أمذية في لا تيرمينولوجي إذ قبيليث ذا غمي مثالي لقاسي السين شويت شويت مادام سورتون هضر فوال أمذية معناه مثال لو كان دنفذر إيون يسعى القرن سقسم يموت ما يجا دوال ثلاث نفك الدعوة الخير السنين الفلاني ند أثير رحمة ربي عادي ما يسعى 20 سنة 60 سنة 100 سنة أو فين يغ مثلا يونسي المؤذنين إلا ندك قبل أن سعى تريسيتي قبل أن سعى والول الحاج ولايد الحاج ولايد وشابان فلسي عفو ربي رحمك ومزورة السنمثيك واسم السن ريس ليس إجا دوال هيد نبذل الخير أدني إيناد الحاج والعيد وشعبانة فلسي عفو ربي بذل خيد كمثالة ما شاكوي مغارن أدفتر كان مثال أدني إيناد الشيخ محمد الحسين في رحمة ربي إيجاد الشيخ حداد في رحمة ربي نغنوغال المز الصحابة أنوغال 15 القرون أديني إيناد عمر بن الخطاب كذا وكذا في غديني إمسلين يلهان دجان إمزهورة وين أثني ديفذرن سعان لاجر وذاغ وين أثني ديفذرن يسعى لاجر زرما يغار أخطر إفكيس القدر
أكن يفكى القدر سيفكى ربي القدر. لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. وربنا دي سورة البقرة الآية 237: ولا تنسوا الفضل بينكم. وثثارة الفضل كوني شركاً أردني غوالاقي باش أديني وين دي جان أول غاس يموت شحالايا مرثي دفذر مدن يربح لاجر يربح الحسنات، والحسنات ذي الفاكية يفن الفاكية. ذا شو الغلة يفن الغلة أم الحسنات أرى ينفع نفافيس لقخام القرار. أم كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. وربي مردي الأمثال للناس مردي فذل ربي الأمثال أدين دائما للناس، والآيات موجودة معنى دفكض أني يعني المثل ورسالة ليسا بلك دفغيو المثل ذي الصين ذي الصين نكون يهيد نفذر ذاكي إلا يقول مثل السنة تمدن ما تشير نغن الصين ما ركيني خيرة شعلة تشمعث ولا دين ظهير مسلي ذي طلام وقي ما تشير نغا أولاك ذي المثل ديفان دي الصين الصين تبعد تبعد في اللانا ممدام ذوالي الهان ورسع على الحدود ولاش الحدود الجغرافية ورسع على ثيليسا إليك خير أتشعل تشمعث تشمعث وتسكر ثفتم قرانت تشمعث شوط كان 21 سنتيم من أشحال نغلان بان نغين كوني ساعة زيك اللان بان الغاز اللان بان مما يتشعل اللان بان وقي شعل اللان بان أنشع لك في شماعين أصدوي الحالة إما إلا نقيم أنا هدر كان طلام 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 ذيريث طلام ذيريث من بعد أن قيمة هدر ميضام زال النتيجة صفر يقيم طلام ذو طلام أشعل تشمعث والسلام خيرة شعل تشمعث ولا الدين كان يرمس لي ذي طلام مولاش طلام ذي قيم ذو طلام ونعيش ذي طلام جمد فان فلنا ثفاف ورعني خمدي السولق أول سلمعنا يس باش كان نزار باللي المثلاقي دنيغ ماشي نغ نصين ان تشعل شمعه افضل من ان تلعن الظلام. وذا نكون مزور ذا جند المثول ادنو غالا رورسن دوكوال صياغ رزدات ان شاء الله تعالى. من بعد فيلاية ثقي دنيغ سي اللاية 24 الما ذا اللاية 27 من صورة ابراهيم يغالي هضر ضربي فوالني ذيريث أولا ديري يندوى مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يا لطيف يا لطيف كلمة الشرك كلمة الكفر وما قيس عليها من خبيث الكلام. بعدما يختم ربي سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. مقل كان سبحان الله ربي يتثبت المؤمنين بالقول الثابت الكلمة الثابتة لا إله إلا الله أذي تفضيك سديد دونيث ربي أثي ثبت في اللاس ومقرب أذي يمث مدى السكرات الموت أتنوضاك أدعديك في اللانا سكرات الموت ذا شري ظرون أدياس وين يحضر ذينا يلقنون الشهادة يعني أديني لا إله إلا محمد رسول الله
خطر نحواج الكوراج ماشي ذيني سهلا ذيني وعر نمليح أنعقناك هور زميضة دستاد انتقض ولا غد عقضض ولا دستثرض ولا تحواج كان ولكن دي سمحثين باللي شيني ذين السلم إني لا إله إلا الله سيلسيك تزدغوليك نغمولاش مقارة الديني تسووليك أما كني خدمك الكوراج شيني ذين سلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لذلك دول الآيات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذا مرغ الجن وحذنا ذو قزكا إثم قفر أدغلناك أنقيم وحذنا كليون ذو قزكايس أدي أصغر نغمون كروانا كير مرغ دي استقسي أنوي ضربيش أنوي ذنفيش الدينيش وريلا قرغ يعرق ووال أوال 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 أماكن غيث بثربي فوال انتذتن الحق ميم ذي نغي عرقار إن شاء الله أذن جاوب سوا سوا باختصار ربنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صافي نفهم باللي أوال يفكيس ربي أزال ثورة أدنو غال أرتجديث أرتقبيليث فقبيليث فكيس أزالي ووال أول سيد زوارغ أول يجبر يتروزو أول يفنو يتهدو أول يززدي يسلوغو أول يزرع السيرم الأمل أول يزرع لياس أول يتسود شوال أول يتسود ثلويث مدام ذوقي ذوال يسعى نزال ذي قبيلث ذي جديث أول ذل ميزان نحو جوال إلى علاقة النظر مران مليل سوى شنهضر سوى وال سوى وال أران ميعقال سوى وال أران خذم التجارة سوى وال أران خذم العقود العقود سوى وال الفلاني يزن ستافركان الفلاني أتهضرم سواوال أم بعد ملميث مسفهام الله يربح والله يربح ذوال ومرد يفغ الله يربح يجزم ووال صافي فني خذ مملع قذ اسميس البيع والشراء شين الزنزف نتسيوغ سواوال ولاش الكاغض الأصل في العقود ذوال ماشي ذي الكاغض الكواغضة كيفان عند كانتورا ذي الزمانة كانتورا الزيك يكوي مغارن الزيك زنوزون تساغن سواوال ولاش جوج دبي القاضي ولاش النوتير الموثق ولاش و الكاغض يقيح ولو سوا شو إن زنت فركي وين سوا شو السواوال نمسفهم يلا صافي العقود سواوال ما رفرون تمطوث سواوال القيمان ذي الفاتحة مهضرا أم بعد وين أذي ينتقر وايض أذي ظلف النسفة سواوال
ويقاذني فافاس نتقشيش تنغ جدس نغ عمس أديف كل الموافقة أسيني قفلة السواوال أول أكد ووال استعرفت نغ لغة الفقه أمزوال اسمي سل إيجاب ويسين اسمي سل قبول أمعنى ذوال ذوال الشهود إنيان فهم النوال خطر الشهود لقد فهما يمر فيه من راه شيني فاش زري غير شو تهضرم ذيني مي ذي الشرع إنيان ذي الحق نسن اذ فهما اوال لو كانت تهضرم سمسلايف سلوغه مور فيه من راه شيني حبس ونفيه ما راه فاش راه نشهد لذلك شرط إنك الشهود يسمعوا الإيجاب والقبول مع فهم المراد إلى قد فهم ذا شو يضران صافي ذا غنسبة سوال يوني فغاديك شم الإسلام ذا الجديد إلى ذا كافريو يهذا في ضربي ذا سوال أديني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله السوال صافي زيغوال أول يسعى غزال ذين إيمي ذي ولا ذي القانون النغ نظر شوية في القانون النغ يكل عقود نين زيش اسمي سنت العقود العرفية عقود عرفية تعرفيث يشر الكاغض أثكتبن الفلاني الزنزي كذا وكذا الفلاني الفلاني يغس كذا وكذا حضرني ناجان دايا ذي الكاغض زيك يسعى القيمة ثورو يسعى القيمة زيك قد منهم يقارن بابي تنبري سننتكوي مغارنوي بابي تنبري أضروح لكريفان بيبليكني أضروح لداغن اسمي س توانبرني سيلي زنبو سي الضرائب يعني بابي تنبري زيك كل شغالكي سعان القيمة قيمة قانونية une valeur juridique ثورة لا سي 1971 أرثورة ياك وكذا قسعين على القيمة أوين الزنزن تفركان أغيو غادي يروح النوتير لانت لي بروسيدور لانت الإجراءات القانونية صافي نفهم باللي ذي قبيليث نغذيث جديث أوال سيسي خدم العقود العقود كي قدران السواوال ذي التجارة ذي الاستثمار أتفك ضيون 100 مليون شد في كذا ذريم نتسا أذي روح أذي خدم تجارة أذي خدم استثمار ذا شو تخدم سواوال سواوال نغاذ ملني في اللحن يونا ديفكا خيال ويضا ديفكا تراكتور أو كالزريعة ويضا ديفك ثيذينس العثافيس وكذا كي خدمن فافلاح ميديوس الوقت يفكا ضربي الغلة أتفضون كل شي سواوال ثفذا سواوال ثكفة سواوال بسم الله ما شاء الله معنى ما شاهو أي غرزي كل شي سواوال بلا الكاغذ يرنا بسم الله ما شاء الله إثورة أتسخروا التحانوتيون سلكاغذ غر النوتير ملميد يوض الوقت ذي يفض أحين تفغارا موكي عجيب على الحال هثن وفريد من المحكمة أتروح ضغ المحكمة أتزل ظلمك تشفتي ذي ألمد سفغض لجوجمون يعني سليكزيكيسيون كلش التطبيق أدوض أشي خدم إشكال في التنفيذ أورت الزميضة ردرت حانوتي ما زلت ما شاوت غزيفاف
هاد شغل ديال البروكيور انت دي خدمه السخيره هاك دي السفا القوه العموميه لا فورس بيبليك على حسب لا لوا حسب القانون مازال ثم شهود غزفت ثورا نفهم اي غير الحلقه اسميس اول حلقه علميه نتعلم حلقه دعويه اي غير نخدم مراجعات ديش هذا شو يضران اي غير زي سوا ولا كل شيء سر ثورا نو ثورا يلاق جدار مين يلاق لا بوليس يلاق النوتير يلاق جوج دبي يلاق لافوكا مشكله الى المشكله الا الهلاك اسيد ناف ذوال خطر اول ما يسعى غزال ولاش المشكل ما الا يروح سوا زال اذيلي المشكل ذيني مي ذي الشرع العقود ماشي اوبليجي داوي الكاغض الاصل في ابرام العقود اللفظ الكلمه تايا وكيد الاصل دي الشرعي ولكن داغ الشرع يوسع الى مقارن يوسن ترقى اسميس المصلحه المرسله اكي اسميس ذي الشرعي المصلحه المرسله يعني ذغا ثولها المصلحه المرسله باش نسعو الكواغض الى قد سعود لاكت عقد الملكيه بروبريتي نغات سعود الدفتر العقاري ليفري فونسي ات سعود الشر الكاغض اللي قارني مغارا ثوعا ما ندغت روح ندغت قرص ترقى صافي نفهم باللي ذي جديث ذي قبايليث اوال يسعى زال اقارن دقوال اقارن ايلس يلن ذكسوم ذا شكيرن ذا سنان اي وارا تقبيليث ايلس يخي ذكسوم يساقي ذكسوم ايلس يلن ذكسوم ذا شكيرن ذا سنان يعني زمر ومذان السيلسيس بسم الله ما شاء الله اذي خدم لعجب يري مذانا اما ذي خدم النميمه الغيبه البهتان اذي هودي خامن اذي خدم الشوال اذكر القره ورعني خام ذي السوله باش كان نفهم باللي اوال يوحر ذيني مي نفي صلى الله عليه وسلم ينات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت حديث أبي هريرة متفق عليه يستفغي ثيد الإمام البخاري أو كذ الإمام مسلم أدي قرن في صلى الله عليه وسلم وين يقذن ربي من كان وين يؤمن نصر ربي من كان يؤمن بالله وين يؤمن نصر ربي ويؤمن سلاخرث لاخرث ذا شو دينا فليقل خيرا او ليصمت يعني اديني اولي الهان نغ اذي السسم فسسمي ثغلب ثموسني وقيد الحديث أدوى الأرض قبيليث يناد ذي السازضان اقتضن ثاسدة هاثا دغاوة لقي ما شاء الله لسان الحلو ورضع اللبة ذي السازضان اقتضن ثاسدة أكا يتوليهن مدن السوى وال أن قيم كان ديث جديث ما شاهو
اهو ادعي وذق ما شاهو اهو يون واس زيك سميت ساكن للشياخ ديبلوم سواوال شمت ورس الكواغل وقيس على سيزيام وقيس على البيام وقيس على الباك زيك دول كان دول أتفضل الشيخ هذه صغار للشياخ من الميوضن دل الشيخ أسين روح الشاخم اللحق دين دل اللحق هذه يسوى ساكم دل نحكو أين نزرى ما شاء الله نيثنا بيش خدم الليك زاما سواوا دكوفرين أكا يون يون أثي وزن سواوا خطر زيكيث قبيليث دي الجماعيث يون باش هذه ينطق هذه الصلاة في النبي صلى الله عليه وسلم السنين والزنواليه مولاش شفير دي مغارا نغ إنه قيم غشحال تجمويع ودي صحارا ووال أخطر والي وعار إنه كذ حضر إنه مسوس مغتنى من تقعد ويس يدرى يهك يهك يا إما أتي شري أتي سفي الشث أسفي الشث أخذ فما شو أسفي الشث أسفي الشث صغارا نغى تقرزت له إنك بعد وخطر قذر يغال وولني ذي الجماعيث يسعى الهيفا إمغار زيك للشيخة كي خدما إنك يود الوقت اللي قزامة لامتحان أدسع الدين يون يون أسنف ذو كنوال أثي وزن فقي ممثل مما الرياض يون قرن السقراط سقراط أقي ذيون ذا فيلسوف قران يعني ألغ اسم قر مليح فيلسوف يوناني سليونان سقراط إن الناس ما السند الفلاني ما السند إن يسوع السين غارة إني ثسد يفذو أول يفذا كان أول إني استين سنخف الخطي له غربال إني اسمروه ليتكلم إن تسد يهضر يفذا أول إني استين سنخف أدوغال غار سقرة النغ أدوغال غار وقيت النغ هنا يس الشيخ نيصا فينا كوفرين داك يفذو مزوارو إناس الشيخ يسهضر أهضر دين تفغيض وزيك هضر نصد قبيلي سنت قبيلي في الميزان السفرة كل شيء إلا إناس ربي تهضو ظوليو أرطع ذي وفق جعل ذري ميو ذي الفطا أن ديد ذي سوق ثبور ثميل دي توحنين وريزمير حدت يغلق أول يتعدى ياكو معنى الشيخ ني يسعى غرفال بقوم الزوغيس أوه إنياس تخسر تخسر إلا وان دا تخسر إنياس دا تخسر غنعم الشيخ إنياس يميد النيض جعل ذري ميو ذا الفطا أن ديد ذي السوق إنياس وين يسعى ثخريط هذي السوق هذه السوق السوق نسفت نثو فيرت نغ السوق نثلاثة مايو إخي ما زالي ثنغلا نغ السوق نتزمالت بيكني ملمي الخميس يعني أذرو هذه السوق ثخرت تشور نمس فهم مادام تشور ثخرت هذه السوق يسعي ذري من هذا يقضو أي الناس نفغوا لي سوقا سواوال إلى قد شمض السوق يرند قضوضة الشرطة ضلاع نغد أغض ثيوها يرنا سواوال خطرك قلا زيك زيك تغن ثيوها سواوال لن طمان أذي للطامن ذي السوق سبحان الله والله تشبح الدنيف ولا مريس على الشغلة دي قضونا أذي فد الدين أم الزعيم أم بعد المديوسة سنية ثانوغة ثيوغة
أرواح يتضمنض أدي روحو عارضيني أرغور شاكيني أسي سليمان ضمنخت أيا ينبا ولا سي سليمان سي كثير يوكوا يقولنا ذي روح باش كان نزرم كعاش نزي ونفتشو يرى الفضل نسل ذا نكوني نتعلم أن نحفظ سيمزورة نكون ننظر أن دغف روح ثقرصق ثرقاء إلا وان دا يشرق إلا وان دا تفشث إلا قنظر أن دا نهلك أن دا نحوس إنا يسنفغى وريسو قنسوا وال ماشي استذريمث ذغى يعود السد وسفروني إنا يساربي تهضو ظوليو أرطع ذي وفق جعل واليو ذي الفطة أن ديد ذي السوق ثبورث ميل ديت وحنين يعني ربي سبحانه أوري زمير حدت يغلق إن ياس مبروك فلاك تنجحظ ثورا أول سلم عنايس باش كان نظر باللي أول يسعى غزال ذيث شرعيث يسعى أول يسعى غزال ذيث قبيليث ذيث جديث تساقي ذي الحلقة تجذيط ينفتح ذاقي الجامعة الشيخ حداد ذي السماش إن شاء الله قاتي عيسي أد تغال كل دورث أكيني فغاسي ذي ربي جيغاون ثالويث أرثيم ليليث سلام ربي في اللون.